حديث النفس والنجوى يحيرنا ولا يطوى، وأسئلة تطوف بنا نحللها بلا جدوى، وتبقى دون أجوبة وتكثر بعدها الشكوى. لأهل الذكر نرفعها، لأهل العلم والتقوى، لأهل الرتبة الأسمى، وأهل الرأي في الدعوى، نحييهم ونسألهم ونأخذ منهم الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة، في هذه الساعات المباركة، في هذا الشهر المبارك، أن تفرج عن إخوتنا في غزة يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد أرونا قدرتهم، فأرنا قدرتك يا رب العالمين. أنزل شفاءك ودواءك على الجرحى والمصابين والمرضى، ارفع عنهم البلاء والبلاء وتسلط الأعداء ما لا يكشفه أحد غيرك. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. 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 يبدو فقدنا الاتصال. في اتصال آخر. ألو. ألو. ألو، يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. يا أهلين، الله يخليك. بدي أسأل، في عندي سؤالين لو سمحت. إيه تفضلي. أول واحد، إنه أنا زوجي متوفي بس الله ما بساوي دايم الله، حابة أن أسوي له حجة، يعني أوكل حدا فيها، بس أنا عندي بنت صغيرة، يعني بعدني هلأ يعني عم بصرف عليها، ويعني بعدها لسه بأول الطريق، فأنا بقدر هلأ أسوي حجة ولا أستنى لتكبر البنت شوي بعدين أسوي له حجة؟ هلأ الأفضل والله تسارعي بالموضوع، يعني دائما الأمر الخير لا تأجلي، ما بنعرف شو بيصير بالأوقات، والبنت الله بيتولاها إن شاء الله، واللي ما له أب له رب، والله أحسن للجميع. الله يرحم زوجك وتغمده بالرحمة. أنا بنصح لا، العجلة أفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هلأ أنا باخد دواء على السحور، اليوم ما قدرت فيه على السحور، فبقدر أنا أفطر وأخذ الدواء؟ هو الدواء إذا ما أخذتي شو بيصير؟ دواء سكر. هلا اذا بدك تاثري، بدك تتعبي، صحتك بدها، سكرك بده يرتفع، تصير مشاكل، تفطري وبتقضي يوم محله ان شاء الله. بس بتبقي صايمه هلا لتحسي حالك انه تعبتي. لا، بس انا المفروض قايل للدكتور انه بده يكون بوقت متوازن، يعني كل 24 ساعه عندي هي الحبه. اي خلص، معناتها اذا فطرتي بتقضي يوم محله ان شاء الله. شكرا شكرا. باخذ اتصال. الو. 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 الو، اهلا وسهلا. الله يسلمك. اهلا وسهلا يا ميتهل. مع الشيخ بالله. انا معك حبيبي، تفضل. الو. انا معك يا عيوني، تفضل. شيخ، بدي اقول لك انا على شغلي. ايه. سؤالي انا، من شان جوزت ابني، انا خطبت له ابني برات البلاو. طيب. خطبت له انا، وهذا رفيقي، يعني اللي خطبت له من عنده رفيقي، ما 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 صار توافق، يعني انا ملبس اسواره وملبس خاتم وساويت الحفله على حسابي انا، هي الحفله عليه، ما معهم مصاري، اللي ساويتها على حسابي انا. بعد استاذ الكريم جينا لملنا له، ما صار توافق، ما رضوا يعطونا شيء. هلا مين اللي بده يترك، ابنك ولا البنت؟ لا، ابني ابني ما توافق معها، قال لي ما عم تحترمني يا ابي وكذا، وابني ما ابني بر هلا ابني بده يترك، لانه ما صارت تحترمه، يعني
هلا اذا ابنك بده يترك الذهبات لها وبيطلع له نص المهر اذا ما في دخول. ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. انا على الخط حبيبي هلا. وانا معك تفضلي. ايه مش فايق من دمشق بالنسبه للذهب يعني مجزأ السؤال. الذهب شو السؤال؟ ايه هلا انا مو معه على الخط. انا معك انا الشيخ معك على الخط. تفضلي. ايه بدي اسال انه بجوز بس بهالشهر الزكاه ولا على مدار السنه؟ لا هلا بيجوز تجزئتها بس مش شرط انه ما يحول الحول الجديد الا نكون نهين إيه الزكاة والافضل تعجيلها. وانا بدي انه بجوز اعطي اولاد ابني وكنتي ولا هلا انت على المذهب الشافعي بجوز بتعطيهم اولاد بنتك وكنتك؟ اولاد ابني ايه بجوز على الشافعي بتعطيهم لانه ما يجب عليك الانفاق ولكنتك بيصير ما فيها اشكال. باخذ اتصال. الو وممكن اسالك سؤال؟ ايوه في سؤال ثاني تفضلي. ايه انا نادره 3 ايام صوم لمن كان زوجي مسافر ما كان في موبايلات. بقى يعني ندرت 3 ايام وقت نرجع ما وفيتهم بس انا بصوم نوافل و6 ايام البيض بينحسبوا منه؟ لا بدك تنوي النذر بده نية لأنه النذر بيصير فرض. بدي انوي عليه. بدك تنوي نذر. أما إذا أنا نويت نفل بينحسب النذر؟ لا لابد من نية مبيتة لهذا النذر. باخذ اتصال. ألو ألو. إذا باخذ سؤال من الفيسبوك وبعدين بنتقل لاتصالاتكم. عم يقول انه هو كان عم يقرأ القرآن الكريم قبل رمضان وصل لمكان معين في كمل بعد رمضان من المكان اللي وصل له؟ ايه في ما في اي اشكال لانه القرآن يعني اجره يتضاعف في رمضان فانت سواء بدأت من اوله ما كملت الاجر ان شاء الله يتضاعف والثواب يكثر. هل يجوز بعد الانتهاء من الوضوء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوضوء يتم في الحمام؟ هلا الحمام اذا كان مثل الحمامات هي اللي احنا فيها عم يكون المغسله والافرنجي سوا وكذا إيه ما بتاخذ حكم الحمام اللي هو يكره ذكر الله فيه يعني يجوز لكن الافضل حتى تخرج يعني حتى نخرج من الخلاف اذا طلعت من الحمام افضل. اما لو انت فعلته بمكانك يعني اللي عم تصير المغسله والوضوء والمكان مثلا البيدي موجود والمكان واحد يعني يجوز لكن الأفضل أن نخرج من المكان حتى نتخلص من الخلاف في هذه القضية. باخذ اتصال. ألو. الله يعطيك العافية سيدنا. الله يعافيكم يا أهلا وسهلا. سيدنا بدي أسألك سؤال. قراءة القرآن من المصحف في الفريضة هل تجوز؟ قراءة القرآن من المصحف في الفريضة يعني أنت عم تصلي ظهر أو عصر وعم تقرأ من القرآن الكريم هيك السؤال؟ نعم. على المذهب الشافعي يجوز. والمالكي؟ على الحنفي ما بيجوز. مالكي ما بعرف. على الحنفي ما بيجوز الشافعي بيجوز. الله يجزيك خير يا سيدنا. بالنوافل ما على الشافعي ما بيجوز. على الشافعي الفرائض والنوافل بيجوز. الله يجزيك خير سيدنا. على رأسي أهلا وسهلا. باخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. مرحبا شيخ. ميت اهلا وسهلا. الله يخليك. انا اقرض لجماعه مصاري من هيك وبعد سنه جابوا لي مبلغ قال هذا وكل شهر نعطيك هل هو ربا ام عادي؟ انا ما قلت له لا بدي لا كثير ولا قليل. يعني هني اقرضتهم انت من زمان من سنه من شي سنه بعد سنه جابوا لي المبلغ هيك يعني هلا هني يعني عم يحاولوا يطلعوا لك فرق التضخم هيك؟ نعم. ايه لا هذا مو ربا هذا انه يعني بداك الوقت كان لا انا اعطيتهم مصاري مو سوري عادي. والله فهمان انه سوري يعني اعطيتهم؟ لا مو سوري. دولار؟ نعم. وهلا هني عم يرجعوا لك سوري؟ لا عم بيعطوني هيك يعني مبلغ مثل هديه او شيء مصاري بياني معهم.
يعني هن بده يرجعوا لك بقيمة المبلغ اللي انت دينتهم ويزيدوا لك عليه؟ لا كل سنة بيعطوني مثلا بحدود كل شهر بيعطوني 500. هلا هون شوف انتبه علي، هون احكام الصرف الى احكام شرعية دقيقة بدك تنتبه لها. نعم. واحد عطى دولار بده ياخذ سوري، يوم اللي بده يعطيه بده يعطيه بسعر اليوم. لا هن بيرجعوا لي دولار بس هن بيعطوني مبلغ مثل هدية يعني. هلا اذا ما في شرط؟ لا ما في شرط، ما في شرط وما في شيء بيجوز. ما في شرط لا هيك ولا هيك بيجوز، يعني بعد ما وفوك قالوا لك هذا مبلغ هدية هيك هدية جائز. انه كل شهر بنجيب لك مبلغ جائز، لكن اذا في شرط او ايماء او تلميح او كذا ما بيجوز، بصير كل قرض جرى ربا فهو حرام. لا 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 ما سألتهم، لا قلت لهم بدي كتير ولا بدي قليل. خلاص جائز يعني مو ربا ان شاء الله، مو ربا لانه ما في شرط ولا في لا ما في شرط. اي نعم. شكرا شكرا يا شيخ. ناخذ اتصال. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيكم يا هلا. الله يوفقك. في الحجة عمرها 83. نعم. هلا هي بجوز تصوم ولا لا؟ هي أول شغلة. هي تستطيع الصيام؟ يعني هي بتستطيع الصيام بس لوقت معين، في حبة الضغط لازم تاخذها الساعة 3 الظهر حصرا يعني. يعني هلا حبة الضغط تتأخر يعني، ممكن تاخذها على الفجر، ممكن أنا مريض ضغط مثلا. حولت حبات الضغط للسحور وبيمشي الحال. فتسأل الطبيب. الطبيب رفض أنها تصوم. رفض تصوم خلص. إذا رفض تصوم تفطر، إذا القضية دائمة بتدفع كفارة. تمام. هلا بالنسبة لموضوع الكفارة، هي فيها تعطي ابنها لأنه ابنها وضعه تعبان كتير. فيها تعطي ابنها. فيها أو بنتها كمان صغرها يعني. إيه فيها. بيجوز. كتر ألف خيرك. على رأسي. باخذ اتصال. ألو. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك يا هلا. أهلا فيك. هلا بس بدي أسألك مشان ختم القرآن بالسجود تمام، هلا إيش الشيء اللي بنحسن نقوله لما نحن عم نسجد؟ شو ختم القرآن علاقة؟ يعني بقوله إنه لازم تقول شيء إنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إيه بدي أعرف إيش الشيء اللي بقوله كمان إنه وقت الواحد بسجد بالقرآن. يعني انت بتقصدي سؤالك بس لا افهمه، انت عم تقرأي قرآن ايه؟ مثلا طلعت آية فاسجد واقترب ايه؟ وهيك قصدك انه سجود التلاوة؟ سجود التلاوة ايه؟ فسجدتي شو بتقولي؟ بتقولي سبحان ربي الأعلى وبعدين في أدعية مأثورة، اللهم لك السجود وأنت الرب المعبود، اللهم لك سجد جسمي وعظمي وما استقل به قدمي، يعني هاي الأدعية مأثورة، فيك تكتفي بسبحان ربي الأعلى كمان كافية. تمام. هلا السؤال الثاني بدي أسألك، خالتي هي إنه مريضة وهيك، وقال لها الدكتور إنه ما تصوم وتوزع زكاة أو إفطار صائم. هلا هي إذا وزعت لبنتها بجوز ولا لا؟ وبنتها إنه ما بتشتغل. تمام. هي يعني ساكنة عندها؟ مسكينة يعني بنتها. بنتها ساكنة عندها؟ إيه عندها. لا ما بصير. ها تمام. ما بصير. تمام. وهلا سؤال اخير يعني، اول شيء مبارك تعطيك نصيبة اقول لك شيء. الله يبارك فيكم يا اهلا وسهلا. ايه وسؤال اخير بدي اقول لك، مثلا اختي من برا اذا بتوزع فطرتها ايش يعني بتدفع عليها كم كزكاة من برا ولا لا نفس سعر سوريا؟ بحسب البلد اللي هي فيه قديش سعر صدقة الفطر تبعت قيمتها لسوريا. تمام. سؤال تاني، هلا انا بختم ختم. نعم. فانه اذا بدي اختم ختمة لكم شخص بحق لي ولا مو محق؟ يعني بتهدي ثواب لمن تحبين، ما في عدد، على قد ما بدك. باخذ اتصال. الو. الو يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. شيخنا هلا انا بدي اسالك، هلا 6 شوال فينا نصوم انه بعد العيد دغري ولا يحرم صيام اول يوم العيد؟ يعني خلصنا رمضان، اول يوم العيد يحرم صيامه، اللي بعده يعني ثاني يوم العيد وانت ماشيه من شوال فيكي تصومي 6 من شوال. شكرا. بس اول يوم يحرم، وعند الشافعي ما بينعقد يعني. شكرا شيخنا. على راسي، اهلا وسهلا. باخذ سؤال من الفيسبوك ثم انتقل لاتصالاتكم.
هل يجوز أن أفطر مع الأذان على التلفزيون؟ هلا التلفزيون إذا قنوات مضبوطة مثل قناتنا والقنوات الوطنية مضبوطة بالتوقيت ونحن ضابطينها، يعني أنا بشوف الساعة يجوز، يعني نحن إذا قنوات مضبوطة يجوز، ما قنوات غير مضبوطة لا يجوز. إذا كيف أعرف ذلك؟ من خلال المتابعة، يعني أنا بشوف الساعة وبشوف أذان التلفزيون، لما بلاقيهم متوافقين دائما خلاص يعني هدول محل ثقة، قنواتنا الفضائية كلها محل ثقة فينا نفطر عليها. هل الحقن الشرجية تفطر؟ طبعا الحقن الشرجية بتفطر. باخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا، يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك يا أنا هلا. عندي سؤال ما بيخص رمضان، عندي أرض نعم وبدي أبيعها، وتفاجأت فيها هلا أنه في ناس أخذينها ومعمرين عليها، فأنا بحق لي أني أطالعهم ولا أخذ تعويض ولا كيف الحل؟ هلا أول شيء ما بني على باطل فهو باطل، يعني هو بالنسبة لهم هن بنوا على أرض مغصوبة، الأرض أرضك مظبوط وهن بنوا، لا فيكي تطالعيهم شرعا. طب إذا ما طلعوا بقدر باخذ تعويض منهم ولا حرام؟ يعني شو بتقصدي بالتعويض؟ لازم الإفتاء إنه فيها حرمانية. شو بتقصدي بالتعويض؟ التعويض عن 20 سنة أخذوها هن واستثمروها، يعني إجرة تاخذي منهم؟ لا مو إجرة بس تعويض، يعني حتى حق الأرض الأساسي ما بيعطوني إياها، فبده يخيسوا يعني بحق الأرض. هلا بجوز تعطي تعويض اكيد، هلا الافضل من هيك كله ايوه انه انت بترفعي دعوه للمحكمه والمحكمه بتنصفك اذا أيوة. معك اثبات واوراق طبعا معي اثبات تثبت وأوراق. ملكيتك فانا ما بدي ادخل بباب محاكم شغلته طويله بيدخل لا مو طويله هي بيدخل تحت طرد غاصب ايوه وبتاخذي حقك ممسك يعني هلا اذا وصلتوا لاتفاق ايوه صلح ما بدك تفوتي على المحاكم احسن ايه طبعا وبحق لك تطالبي بالثمن الارض وتطالبي بالتعويض اللي بدك اياه ايوه يعني ما فيه حرمانيه لا لا ابدا ما فيه حرمانيه الحرمانيه عليهم هن اه طيب شكرا كثير ممنونتك اهلا وسهلا يا ميت هلا باخذ اتصال الو 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 اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وانت بخير وانت بخير يا هلا اهلا دكتور حضرة الشيخ بدي اسالك انا سؤال لو سمحت اتفضلي يلا انا من قبل الاحداث زيان التخيني بيت الف وعلى اساس بعد شهرين او ثلاثه يرد لي اياها نعم. وانا قلت له بدي اشتري فيها اساور او ليرات ذهب كان نعم. كان بدايه الاحداث الى شيء يعني بدايه الاحداث ما كان لسه في شيء يعني كان بادي 4-5 شهور بالاحداث من سنه 2011 نعم وتدين مني 100,000 وقال لي شهرين ثلاثة برد لك اياها وقت اللي انا طالبته فيها عم اجى قال لي انت بدك تعطيك لي فايض علي هو ومرته ايه هلا شو قال لك هو بعدين؟ انا سالت الشيوخ قالوا لي ممكن تحاسبيه لي على الدولار او على الذهب استرحي انت وياه لانه المية يعني قلبت هلا فهمت عليك يعني انت دينتي وصار في تضخم كيف بدك تاخذي المال هلا مو هيك سؤالك سؤالي انا بدي ال 100,000 اخذها اذا كنت انا مشتريه فيها ذهب او مشتريه فهمت فهمت عليك فهمت السؤال يعني انه صار في تضخم كيف بدك تاخذيها انا عم بفتيها صلح يعني لا على سعر الذهب اليوم ولا على السعر القديم يعني سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا أيها السادة المشاهدون والمشاهدات نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا أيها السادة المشاهدون والمشاهدات عدنا لاتصالاتكم مع اتصال ألو 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 يبدو فقدنا الاتصال نأخذ اتصال آخر ألو 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 أهلا وسهلا مرحبا السلام عليكم شيخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أنت بخير أنت بخير يا رب بدي أسألك سؤالين هلأ أنا وقت بنام بحس حالي أنه حدا عم يسحبني نعم
نوصل التلفزيون اسمعونا من السماعة بالله إذا ممكن. لا نوصينه. طيب ناخذ اتصال. ألو 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 ألو. أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيكم يا هلا. لو سمحت بدي أسألك عن حجر النرد اللي بيلعبوا فيه بلعبة الطاولة. نعم. هلا الطاولة هذا النرد في خلاف، يعني هل النرد المحرم هو المبني على مال وقمار، بمعنى انه يكون في شرط في مال في رهن، لا هو او تسلية. تسلية يعني. بعضهم حرمها يعني مطلقا انه هي تضيع وقت فيما لا ينفع وهي بتعتمد على الحظ والى اخره، والبعض أجازها طالما أنه هي ما فيها مال، يعني ما فيها قمار. تمام. يعني إذا مسألة مختلف فيها. في سؤال غيره؟ تمام. شكرا. على رأسي. أهلا وسهلا. باخذ سؤال من الفيسبوك، هو هل سحب الدم للتحليل يفطر؟ الدم يعني التبرع به سحب الدم لا يفطر، لكن يكره في رمضان لأنه يضعف جسم الصائم. باخذ اتصال. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم شيخك، العام أنت بخير. وأنت بخير يا هلا. شيخنا بدي أسألك ثلاث أسئلة. ايه تفضلي. أول سؤال، في واحدة من قرايبتي أنه جوزها حلف عليها مرتين، وقبل كان واقع اليمين المرتين، وهلا دائما صار بحلف عليها. يعني يعني ماسكة مثل دائما علي الحرام علي الحرام، إذا أولاده ما بطيعوا بقول له علي الحرام. هلا وقت بقول علي الحرام بيقصد الطلاق هو ولا ما بيقصد الطلاق؟ هو بقول له إنه قصده إنه هاي ماسكة إنه مثل عادي. هلا إذا هو بنسأله بيقول إنه ما قصدي الطلاق بيصير كفارة يمين. طيب ماشي تمام شيخنا. السؤال الثاني، الاحتفال بعيد الام وهيك حرام ولا بجوز؟ هلا اول شيء اي شغله الشرع حث عليها، يعني الايات والاحاديث بتحث الانسان على بره بوالده، فاذا هو ووالدته ايضا فهو بهاليوم سموه عيد الام المناسبه اخذ هديه لامه، يعني بتدخل تحت اصل شرعي ما فيها أي مشكلة إن شاء الله. أيوة. السؤال الثالث. لما تصلي إذا طلع إجري حرام إلا حلال؟ إذا شو؟ لما تطلع إجرين. إيه. إنه الواحد لما تصلي تصير طالع إجري. هلا يعني مالن رجليه بدون جرابات يعني هيك. إيه تمام. يعني ظهر القدم هاي عند الحنفية ما بتبطل، لكن عند الشافعية تبطل الصلاة. باخذ اتصال. ألو. ألو ألو ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسأل، أنا حامل بالشهر التاسع، فيني أدفع فطرة عن اللي ببطني؟ أمتى بده يلد؟ قبل العيد. إذا ولد يعني قبل آخر يوم من رمضان، قبل غروب آخر يوم من رمضان تدفعي عنه زكاة الفطر. قبل آخر يوم رمضان بدفع عنه. أي أما إذا ولد بعد رمضان، يعني ولد أول يوم العيد ما بتدفعي عنه. أي تمام. باخذ اتصال. ألو ألو. مساء الخير. مساء النور يا هلا. يعطيك العافية دكتور، رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم على الجميع. بعد إذنك أنا عندي سؤال لحضرتك. أي تفضلي. أنا مريضة والدكتور مانعني من الصيام. نعم. فبدي طلع أنا كفارة الصيام. هلأ بطلع الكفارة حتى لو بدي صوم بعدين، بس أنا ما يعني أنا احتمال إني ما أقدر صوم بعدين لأنه أنا مريضة مرض يعني عضال. إذا مرض دائم تدفعي الكفارة. تمام. طب سؤال تاني، إذا بتريد هلأ الكفارة لن ممكن أدفع أنا للفقراء؟ هلأ في أشخاص أنا ما بعرف يعني إنه هني بحاجة ولا لا، فيني أدفع للجمعيات الخيرية؟ إيه طبعا طبعا فيك تدفعي للجمعيات الخيرية. جائز جائز. اي نعم. طب سؤال ثاني لو سمحت، في كثير من بالطريق يعني نشوف ناس عم تشحد وان شاء الله هدول بجوز اعطيهم. هلا نحن هدول المشكله في منهم بيتخذوها مهنه،
وعم تختلط الأوراق، فلحنا الأفضل أن نبحث عن الذين لا يسألون الناس إلحافا، يعني تحسبهم أغنياء من التعفف. في ناس يعني بتلاقيهم هيك مستورين ومبينين أحوالهم جيدة وهن ضعاف، واليوم صاروا كتار، يعني ما بدك ما بتتعذبي بالدوارة، فورا بتلاقي لأنه الشريحة الأكبر صارت هي. وأسأل الله يعني الفرج للجميع. طب دكتور وانا وين ممكن لاقيهم؟ يعني مين ممكن اسال؟ من عيلتك يعني؟ شوفي عيلتك، اهم شيء قرايبينك، اخوالك، اولاد عمتك، عماتك، خالاتك، اولادهم، اولاد عمومك. باخذ اتصال. الو. الو. الو، اهلا وسهلا. يا ميت هلا. الله يحفظك. انا عندي ولدي شاب عمره 18 سنة والبنت عمرها 30 سنة. طيب. واثنين عندهم مثل ما بقول يعني تخلف عقلي. وما بيقدروا بصوموا، بفيقهم بسحروا بفيقوا الصبح صبح بياكلوا، ما عندهم يعني هيك هذا الدراس بحالهم انه شو بيصير معهم. نعم. هدول فيني صومهم ولا فيني اني بدفع لهم صدقه هيك فطر ولا شو الحل تبعهم؟ هلا هدول اذا في تخلف عقلي مو مكلفين بالصيام، وبالتالي ما في كفاره صيام، لكن بدهم صدقه فطر لانه هي عند الحنفي راس يمونه، فبتطالع عليهم صدقه فطر، لكن ما بتطالع عليهم يعني فديه صوم. والله يعافي لك يا هون. باخذ اتصال. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ميادة. أهلا وسهلا. أهلا فيك. بدي أسألك شيخ الله يوفقك، أنا جوزي مريض ونحن كتير حالتنا تعبانة وما بقدر أنه أدفع فطرة، بجوز؟ هلا فطرة يعني زكاة فطر بتقصدي؟ أيوة زكاة فطر. هلا على المذهب الحنفي إذا كنت لا تملكين النصاب لا يجب عليك دفع زكاة الفطر. معك ذهب شيء؟ لا معي يعني قدر خاتم. خلص معي، على المذهب الحنفي لا يجب عليك دفع زكاة الفطر. ناخذ اتصال. الو. يعطيك العافية. الله يعافيك، اهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ ايه تفضلي. هلا انا يعني ماسكة ختمة من قبل رمضان. نعم. وماشي فيها، فأنا كل يوم على صلاة التراويح بصلي التراويح وبكمل يعني بقرأ ختمة يعني جزء كامل وكملها مع الـ الـ الختمة، بصير ولا لا؟ يعني بتقرأي من القرآن وقت بصير التراويح بتكملي؟ ايه بكمل. ايه جائز ان شاء الله، ما في اي اشكال والله يتقبل يا رب ان شاء الله. سؤال تاني. تفضلي. هلأ اختي بنت امي وابي. نعم. بيجيها إعانات وولادها بيشتغلوا وبيجيها مساري، يعني عرفت كيف؟ نعم. فيني أنا أعطيها من الفطرة تبعي ولا لا؟ إذا هي يعني مكتفية أعطي الأشد فقرا، يعني الأقرب الأشد فقرا، شوفي حدا تاني يكون أشد فقر وأعطيهم. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.